إنا لله وإنا إليه راجعون وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة قريب يا مظلوم كربلاء يمحي الزواب عليه. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ذاك المنى لو ان ذلك يحصل. له من علي في الحروب شجاعة ومن احمد عند الخطابة قيل. سلام الله عليك ابا عبد الله. معشر الأبيات أروع من أبيات شيخ علاء الشافعيني في مدح أبي عبد الله الحسين سلام الله عليه. له من علي في الحروب شجاعة ومن أحمد عند الخطابة قيل. إذا شمخت في ذروة المجد هاشم فعماه منها جعفر وعقيل. كفاه علوا كفاه علوا في البرية أنه لأحمد والطهر البتول سليل. فما كل جد في الرجال محمد ولا كل أم في النساء بتول. الله الله. يعني من عند أم مثل الحسين، جد مثل الحسين، أبو مثل الحسين، أخو مثل الحسين. شو تريد تقول يا شيخ علاء؟ قال إذا هذا الحسين وهذه عظمته أأنساه إذ ضاقت به الأرض مذهبا. حاصره الحسين أنساه إذ ضاقت به الأرض مذهبا يشير إلى أنصاره ويقول ألا فرحلوا في الليل قد مد سدفه وقد خفيت للسالكين سبيل. يخلون الحسين يتركونه. فثاب إليه قائلا كل أصيل نمته إلى خير الفروع أصول وثاروا لأخذ الثأر قدما كأنهم أسود لها بين العرين شبول. كفو الله ألف والنعم. أعيدك البيت حلو. الله يا أنصار الحسين ألا وإني ما رأيت أصحاب الخير من أصحابي ولا أهل بيت أوفى وأبر من أهل بيتي. وثاروا لأخذ الثأر قدما كأنهم أسود لها بين العرين شبول. من هم يا شيخ علاء؟ قال زهير زهير بن القين معك مرير
أحمد ابن الإمام الحسن أحمد وأمامهم برايته العظمى حبيب يصول طن بخيام وحامة طيور المنية من حوله العدوان حلقة مستوية بالليل جمعهم وقال الليل ممدود روح ولا في الكون غيري أبد مكسور ثاروا ما بين يديه جنهم ثورة أسود قالوا صباح الغيب يوم الغابري حسين أبو علي عفنا الوطن لجلك وطلقنا الحلاوي وجيناك بقلوب مثل سلة سلايل برواحنا نفديك يا شيخ القبائل برواحنا نفديك في طفوف الغاضي منهم قال شبان محلاهم إذا ركبوا على الخيل ويا محلاهم في المساجد تالي الليل اشتاقوا إلى الجنة وراحوا بها بتعجيل ويلي عليهم يوم وصلوا حسين جداه والخيل مسروج عليها ترفرف علام والقوم ممتدة من الكوفة إلى الشام لا من ذكرت أفعال هم يوشى علي صيح يا دهر الحلو ويا عمر أفراح يا ربي لا تبدلها بالأفراح ربي يعود أهلي الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال الحق تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة كثير ما نسمع هناك فرق بين صلي وبين أقم الصلاة شنو الفرق لازم نفهم معنى الإقامة أقم شوف والله خلي أضرب لك مثال مثالين حبيبي أنت ممكن تدخل في بلد من البلدان يقولون هذا بلد إسلامي
لكن تدخل لا تشوف لك مسجد، لا تسمع صوت أذان، لا حسينية، النساء سفور، الكذب موجود، الخمارات موجودة أجلك الله، الكذب في السوق، الغش، غيره. اسم إسلام، ولكن الإسلام لا روح الإسلام في هذا البلد. بلد آخر تدخل ولله الحمد البركة هذه الوجوه، تشوف المعاتب والحسينيات، المعاتب تصدح بالأذان، النساء عليها حجاب، الناس صادقة طيبة، كرم، إفشاء السلام، أخلاق. يقولون هذا بلد إسلامي وفيه روح الإسلام، يعني الإسلام قائم في هذا البلد. أضرب لك مثل ثاني وأوضح لك شوي أكثر. إذا أكو مسجد في أمان الله يا مسلم، بتروح إلى الموت يا مسلم، يا مسلم بتروح إلى الموت، لكن توصيني عندك وصية. يلا هيا طاعب بوصيك بوصيتين. قول يا مسلم. قال أجيكم يا طاعب مخدرت أدر ولا يا طاعب. هاي بتعمي بتعمي زين، سلميني عليها. جيكم يا طاعه خدرت حادر علىكم، كني اراها بسكك بيتام هدوم، حسره على هز الراس حسين. يا طاعه هذه اول وصيه، بوصيك الوصيه الثانيه، اقلها ودمعها يقلها ودمعها تنثيرا، فيهم إلي بنت صغيرة تبكي وعبرتها حديرة. أصيج أصيج لا تذكر ليها الحفيرة. عندي بنية دير بارت عليها طوعة، قالت ليش لون بعرفها، وصف لي إياها. قالها ما يحتاج أوصفها، شبيهتي تشبه لي، إذا إجت زينب وياها ليتام بتشوفين عمر 8 سنوات. رحمك الله يا مولى أحمد العالي. قول يا مولى أحمد، 120 سنة عمرها الأبيات هذه. قول يا مولى أحمد. قالها يا طاعة إن كان تبغي توصفيها، إن كان تبغي توصفيها وتعمل المعروف لها، إلى من لفت ليك احضنيها، أعطيها ثياب وستريها. عظم الله أجرك يا مسلم. الغريب إذا يترك أولاده قلبه على جهال أولاده. صعد أبو مسلم أعلى قصر العبارة، يلا أمهلني أعدام ورا، لكن يقول له أصلي لربي ركعتين. صلى صلاته، التفت ناحية الحجاز، سلم يا مسلم وساعد مسلم، السلام عليك يا غريب كربلاء. الحسين على ظهر الجواد رفع راسه، عليك السلام وغرب كوفان. إلى أن وصل الحسين إلى زرود، نصبوا خيامهم. الله يساعد قلبك أبوالي، إخواني سامحني بس أنا أرجع قلبك شوية، أريد الشر عنك. إذا يقولوا لك ولدنا يتيم أبوه بالمستشفى مات، تعال روح خبر أولاد أن أبوك مات، بعد ما بتشوف أبوك شلون والله، شي يصير بيك، إيش تحكي ويا الطفل؟ أجاب علي، أجاب علي لخيمة البنيات، صفح الوجوه وجاء إذا إلى هالبنية حميد 8 سنوات عمرها، رفع
راح وقعدها على حجرة خالها الحسين صار يمسح على راسها. يا مؤمن أنا قلت يمسح على راسها، هذه خليها بقلبك، برجع قلبك شوي بعدين. مسح على راسها، ها انزين، مسح على راسها الحسين ودموعها على خدوده وحميده استشعرت بالمصيبه. قال لك لعم يا حسين يا عم مش كثر بحلوة الليالي عزيز فرقته تصعب الوالي. اعلم ويا اللي كان قلبي وتهالي صبرها الحسين بنية اذا راح ابوك انا مكان ابوك بناتي اخواتك. وقعد حميد على الارض وصى سكينة تجي يمها تسليها وتباريها. انا اروي لك ان شاء الله عيوني الحسين. الحسين كان عنده طفلة صغيرة، طفلة عمرها 4 سنوات. هذه الطفلة يتيمة، امها ماتت في ولادتها. كان ابوها الحسين ابني ظلت بلا ام، ابوها الحسين بالليل ينيمها على صدره وتالي خليها على فراشه. هذه الطفلة يسمونها رقية. رقية بعمرها ما شافت امها يتيمة. يلا اكبر اكفل اليتيم هاليوم دمعتك وحسرتك. الله يساعد قلبك ابو علي ابو الايتام والارامل. رقية بعمرها ما شافت امها تعرف شي حس اليتيم. شافت حميدة وسكينة اثنين قعدات ويبجب. اجت طفلة اجت مسكت بعطاية عمتها زينب حركتها قالت عم زينب عم شفيها حميدة اليوم عم شفيها سكينة اختي تبجي وياها. ضمتها زينب قالت لها بنيتي حميدة ابوها حميدة صارت يتيمة. قالت آخ حميدة مثل أختي لازم أروح أواسيها لازم أروح أسليها. إجت رقية تريد تسلي حميدة وتواسيها. قالت لها يا حميدة يا حميدة يا حميدة نلتي نلتي مسح الراس يا اختي يا حميدة. فهمت لو لا فهمت شنو يجول بقلب رقية لو لا نلتي مسح الراس يا اختي يا حميدة وياه الذي بيمسح على راس زرود. وعمي مسلم في الكوفة انت ما شفتين شيء. يا حميدة يا حميدة يا حميدة جدام عيني ينذبح مهجة الزهراء جني أشوف على التراب متوسد الغبراء صدر وي عبر وداتا بلا
بننادي وحسين يا حميدة بعد بيت بعد بيت يا حميدة يا حميدة إذا أكو يتيم خلي سامحنا إذا أكو يتيم يمن النساء خليك سامحنا خلي تعذرني يا حميدة يا حميدة عقب الأبو يا هلي بارين بحنان الأبو عزيز الأبو غالي وإذا عندك بني عيوني لأبو سيدك لا تضربها لا تمد إيدك على بنتك لبني ناعمة لبني غالي الله يحفظ لك بناتك إن شاء الله وأولادك عقب الأبو يا هلي بارين بحنان ما شوف من عقب أن غير المهانة وبطشت راس بنظر مكسر أسنانه وتصير وتصير الخرابة قطر ليه بهالخرابة أبقى لك بيت لو تعبت بس بيت 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 واسمي زينب الخاطر يتيمة الحسين بالخرابة بالخرابة جابونها راس أبوها الحسين وإذا بهاليتيمة أربع سنوات انخمدت انفاسها على راس ابوها صاحبيها زين العابدين اما زين برفع يختي ماتت ماتت رقيه ابسايلك وبقرا لك هالبيت هذا رقيه من ماتت من اللي استقبل روحها مو ابوها الحسين استقبل ابوها مشتاق لها مشتاقت له عاد ايش قالت له قالت له بويا بويا بشكي لك عقب ما راحت رجالي بالحبل شداني شافي وعافي مرضانا لا سيما المنظورين
احفظ جماعتي الحاضرين المؤسسين الفاضلين العاملين الساعين فردا فردا في انفسهم ومن يلوذ بهم تقبل اعمالنا واعمالهم ارحم موتانا وموتاهم ابعث ثواب مجلسنا هذا الى ارواح محمد وال محمد الى روح سيدنا مولانا سفير الحسين وابناء ايتام ابن ايتام مسلم بن عقيل والى ارواح الشهداء السعداء العلماء الماضين ارواح موت المؤمنين والمؤمنات جميعا مشفوعا بثواب قراءه سوره الفاتحه تسبقها صلوات